دمشق من حي الميدان، ف نشأت بهالحي هذا وتعلمت، ومن علمني رحمه الله والدي ألا أختر بالمال رغم وجود المال، فكان المال ليس غاية وسيلة. فكان والدي يعمل بتجارة الحديد ومواد البناء، فكنت أعمل لست كابن صاحب المصلحة ولكن كعامل في هذه المصلحة. كنت أحمل الحديد على كتفي والحمد لله، وتعلمت أنه الإنسان يحط هدف بحياته، وكبرت على هالشيء هذا. حتى كان هدفي خلال دراستي الجامعية، بالآخر نأخذ من الآخر هي دراسة جامعية، والحمد لله الله وفقني فيها. فبلشت حياتي، أول كنت طالب إعدادي، كنت أشتغل بسوق شعبي عنا بدمشق أسري، وهو سوق الحمدية، والحمد لله نجحت نجاح باهر رغم صغر سني. حتى أتفاجأ أنه كنت بصف التاسع من عرض عليه الشراكة، وهو بسن 40 من عرض عليه الشراكة. بخاف والدي ووالدتي علي أنه أنا بهالسن هذا وين دروح دراستي، بدي أشتغل، ونحن مو بحاجة، نحن بدنا نطالع إنسان متعلم مثقف إضافة إلى التجارة. والحمد لله كملت دراستي وكملت تجارتي، فدخلت فتحت بالسبعينات بتجارة قطع غيار السيارات، تركنا مصلحة الحديد وانتقلنا إلى مصلحة قطع غيار السيارات، وفضل الله نجحنا. كنا نشتغل بقطع غيار السيارات الأمريكية واليابانية وإلى آخره، وكنا وكلاء شركات عالمية، والحمد لله نجحنا نجاح باهر. ومن بعدها بسنة 89 دخلنا بمجال الصناعة الدوائية، فعملنا بزنس فاميلي، والحمد لله كان المعمل تبعنا من نتيجة الإخلاص للعمل، والهدف اللي محطوط دائما هو الوصول للصح والعمل بإخلاص. أوريدي وصل الإنسان لنتيجة جيدة جدا، وليس الكسب المادي هو الأساس، وخاصة الصناعة الدوائية علمتني شغلات كثيرة. أول شغلة الإخلاص والإتقان بالعمل وعدم الغش، لأنه كنا نعتبر حتى مصلحة غيار السيارات
إذا منبيع قطعة فيها غش معناتها كأنه نحن عم نكتب وثيقة إعدام بالشخص اللي نبيعه، لأنه أي غلط ممكن يؤدي لحادث، وأي غلط بالتركيب الدوائي ممكن يقتل ناس على أعداد كبيرة. والحمد لله فنتيجة الأحداث اللي مرت فيها سوريا اضطرينا نجي بقى نطلع للإمارات، وأنا من الناس من يعشق الإمارات من قبل الأحداث بسوريا والحمد لله. يمكن كنت أكون مسافر، المحطة تبعي أعملها بالدبي والخط الطيران أطلع على الطيران الإماراتية، خطوط الطيران الإماراتية حصرا يعني، مهما يكون البعد ومهما يكون التيكت الطائرة كتاجر بيحسب كل شيء، السعر تبعها أطلع الإماراتية، الخطوط الإماراتية طبعا لجودة الخطوط الجوية الإماراتية والخدمات، بالإضافة الأساسية أن تكون محطتي بدبي. كنت أتمنى أن يكون لي سكن فيها. فعندما اخترت أن الوجهة تبعي، أول ما اخترت أن تكون محطتي أنا وعائلتي إلى دبي، وقمنا به دبي الحمد لله، شعرنا بالأمن والأمان هاللي فيها، وهاللي بعرفه سابقا وما زالت وإن شاء الله ستدوم الأمن والأمان بهذه البلاد. لا أنا كنت فتحت مصلحة قطع غيار السيارات في الشارقة، والحمد لله توفقنا. وبعد ذلك كان في شباب سوريين حبينا أنه نفتح لنا المصلحة هاي، فالله وفقنا واشتغلوا بإخلاص، ولكن حبوا أنه يرجعوا لسوريا ويمارسوا أعمالهم بهذاك المجال، وأنا لا أعلم أي شيء عن مصلحة الآيس كريم. كيف استمريت؟ فاستمريت أنا، يعني أنا إلي طموح، وطموحي هو عندي مثل أعلى. طبعا هذا الكلام المثل الأعلى مو حديث، يعني رغم أني لمست لمس اليد حاليا من إقامتي من سنة 2013 بالإمارات، خلال الفترة هي الوجيزة صار الشيخ محمد على بناء دبي. طيب هل بنى هالبناء هذا الإعجازي، يعني بيقولوا أنه المعجزات الدنيا سبعة، فأنا بقول لا ثمانية. ما قام فيه الشيخ محمد بن راشد طول الله بعمره عمل إعجازي. بتصور ما في بلد بالعالم قدرت تحقق اللي هو حققه ضمن هالفترة هاي الوجيزة، اللي يمكن إذا بننظر للحضارات اللي بنيت بأي بلد كانت أخذت قرون، ولكن عمل الشيخ محمد أخذ سنين. فعلمني هذا الإصرار أنه أنا بدي أنجح لازم أكون مثل ما قال كلمته المشهورة، أنه أكون الأول، ولست أنه فقط الأول، والمبدع والمطور. نحن كنا سابقاً نصنع الآيس كريم البوزة العربية بالحليب البودرة، فأنا يوم اللي دخلت ورغم أنه فتشت على حليب فريش والحمد لله الله وفقني، فحولت الإنتاج كما بسوريا، فحولته من الحليب البودرة إلى الفريش والحمد لله، وأخذنا مرتبة جيدة، يعني أخذنا أكبر محلات بالإمارات زبائننا ونعتز بها الزبائن هاي، وأخذنا حفلات وأخذنا أعراس وأخذنا تريد سنتر وأخذنا يعني مراكز كبيرة بالإمارات، والحمد لله الله كتب لنا النجاح. السبب راعينا الجودة، ما غشينا بالمواد، ما سرقنا المستهلك، العمل للعمل فقط لا غير للنجاح. طيب أنا اللي أعطيكي عن نفسي بمكنوني الخاص هو تحدي من بعد ما طلع شريكي اللي كان الشاب اللي مستلم العمل هام، فأنا أكون أو لا أكون، رغم أني رجل من العمر ولكن الطموح ليس له عمر.
فأنا أكون أو لا أكون. فحطيت تحدي بيني وبين نفسي، وشعت التحدي مع أولادي مع زوجتي. زوجتي بتقول لي إنه أنت شو دخلك بمصلحة الآيس كريم؟ طيب شلون لا تنجح؟ تلقى بالكل شيء التوفيق من الله عز وجل والإخلاص بالعمل. والله نحن نوعنا، الإقبال جيد، يعني في شغلات مصنعة بسوريا فنحن اختصينا بصناعتها. عنا هي سيسرول، هي تصنع بدمشق حصرا، فكان مذاقة جيدة جدا وناجحة جدا يعني الحمد لله. والكاسيتة كانت ناجحة معنا، يعني نوعنا الانتاج، ساوينا البوزة العربية المشكلة، حطيناها كلها فريش، إن كان الاستروبري ولا الليمون ولا الموز ولا يعني كله حطينا فريش، ما حطينا ملونات ولا حطينا شغلات مو طبيعية، لكله طبيعي. هذا طبعا سر جودتكم. فالتذوق دائما نحن شغلنا يعتمد على التذوق، ونجاحنا إذا رفض المستهلك خلص لا يمكن نشتغل. فهذا اللي أعطانا النجاح وهذا اللي أعطاني الأمل. فنحن إن شاء الله هدفنا أنه نعمل تطوير أحسن وأحسن وأحسن، وخاصة مثل هيك بلاد يعني عم تعطيكي طموح أنك تطوري، ما توقفي عند حد معين. طيب شو هي الأفكار اللي جاية إن شاء الله بالمستقبل؟ والله الأفكار كثيرة، الأفكار كثيرة، بس يعني شو بدي أقول لك، بدي أنا أعمل شركة كبيرة إن شاء الله، أرجع لقطع غيار السيارات، بس لأنهي هالمرحلة تبع الآيس كريم لحتى تكون أساسها جيد جدا، لأنه هذيك مصلحة القطع غيار السيارات هي بدمي، مصلحتي يعني، وربيت فيها والحمد لله ناجح فيها، بدي كمل نجاحي فيها هون. وأنا ما وقفت يعني، لا عملي أنا ما زلت بقطع الغيار، وأنا مقيم بدبي ومارس عملي بقطع الغيار السيارات. يعني مثل ما قلت لك، أنا من سنة 2000 وأنا بيجي على الإمارات، أنا قلت لك لو ما في عن هالبلاد هي ما فيها أمن وأمان، لا يمكن أنه العمل ينجح. مثل ما علمونا ولو مثال، يعني رأس المال جبان، فطالما رأس المال جبان لو لا ما في أمن وأمان لا يمكن أنه يشتغل. يعني بدور على استثمار تاني. يعني أنا معرض علي أمور عمل بكذا بلد بالعالم، ومعرض علي عروضات جيدة جدا، بالحقيقة رفضت 99% منها. أول وحدة يعني أول شغلة نشعر الإمارات بلدنا، ما شعرنا أنه نحن غريبين عنها. والحق يقال كسوري اللي قدمتنا يا الإمارات، يعني حسينا حالنا ببلدنا، ما وجدنا غربة يعني عن أهلنا. والله لا أجامل، والله أول رسالة شكر يعني هي خاصة محبة بالشيخ زايد رحمه الله والشيخ راشد اللي حملوا دولة الإمارات وباقي الشيوخ، بس كرمزين عالميين من بنوا، وبعد منا الشيخ خليفة طول الله بعمره ولي عهده الشيخ محمد، والشيخ محمد بن راشد والله يطول بعمره ويخلينا اياه. الحقيقة الشيخ محمد يعني رمز رمز رمز، يعني حرام عليكم الإماراتيين، ما هذا بالقلب. والله أول رحم الله والدي هو اللي حطنا على الخط الصحيح، من ربانا وعلم ربانا وعلمنا التجارة، خط التجارة الصحيح. اثنين، شكر لوالدتي اللي كانت مدرسة لنا وحضتنا وطول الله بعمرها. ثالث شخص اللي بذكره هو خالي خليل حوراني، كمان كان مدرسة لنا وتوجيهاته عالية جدا. وفي لي أصدقاء بالإمارات الحقيقة قد ما شكرتهم قليل، يعني يمكن تكوني ذاكرة بذكر الأسماء. وفي لي أصدقاء من العراق
الاسم الاول ما بعرفه بيقول له ابو عبد الله مسك البراريا كمان فاتح بنايب. هالانسان هذا العظيم يعني كان مصدر دعم لي هون بالامارات. مثل ما قلت لك يعني انا عم بذكر عراقي، عم بذكر مصري اردني سوري، يعني الحقيقه انا عايش بين اهلي وناسي، وفي اروع من هيك؟ يعني هذا الامن والامان اللي هو موجود ان شاء الله لعم تطور وتطلع الامارات للاعلى والاعلى والاعلى باذن الله. وان شاء الله مثل ما سمعنا انه خبر، ما بعرف انا عم تنقل لي يا بنتي، انه في هلا رواد فضاء كمان بدهم يطلعوا من الامارات. طيب هذا يعني من بين القلة من العرب اللي وصلوا لهالمواصيل هي، يعني مو طالعين مجرد انه والله انه يسجل بالتاريخ انه الاماراتيين طلعوا للفضاء، لا، في شيء، في منهج مدروس صحيح بالمية. فالله يوفق الهي وبجاه الحبيب المصطفى والنجاح ودائما للامارات وللامه الاسلاميه كلها باذن الله.